أن الأمريكان بالنسبة للعراق يعني من الصعوبة إخراجهم، من الصعوبة لاعتبارات سياسية واعتبارات عسكرية واعتبارات لوجستية واعتبارات اقتصادية. مثال بسيط، يعني الأمريكان إذا شالوا إيديهم من الاقتصاد العراقي بمعنى أن لا يوقع الرئيس الأمريكي حماية المال العراقي من النهب، البنك الفيدرالي الأمريكي إذا يعطل الدفع الدولار ننتهي، إذا باسل سووا لهم لعبة ونزلوا النفط، يعني قصتنا صعبة، مو من السهولة بمكان أن نتخلص من هذا النفط.